بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات المدارس الثانوية الزراعية، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة. حلقة النهاردة هي أولى حلقات مادة البيولوجي المقررة على طلبة الصف الأول الثانوي الزراعي. مادة البيولوجي بتنقسم لقسمين زي ما أنتم عارفين. القسم الأول بيختص بدراسة علم النبات اللي احنا بنقول عليه علم البوتاني، والقسم الثاني بيختص بدراسة علم الحيوان اللي احنا بنقول عليه علم الزولوجي، والاثنين مع بعض بيكونوا لي علم الأحياء أو علم البيولوجي. وزي ما أنا معودكم في كل الحلقات، احنا قبل ما بندرس أي مادة لازم نتعرف على أهداف تدريس مادة البيولوجي. ومن الأهداف العامة لتدريس مادة البيولوجي إمداد الطالب بالمعلومات النظرية والمعارف العلمية والعملية الخاصة بدراسة الكائنات الحية النباتية والكائنات الحية الحيوانية من حيث التركيب الخارجي والتركيب الداخلي وعلاقة ذلك بالكائنات الأخرى والعلوم المرتبطة بها، وأيضا إمداد الطالب بالقدرة المعرفية على التمييز بين الأنواع النباتية المختلفة والأنواع الكائنات الحية الحيوانية النافعة للإنسان، وأيضا إمداد الطالب بالمعارف التي تؤهله للتعرف على طرق التكاثر المختلفة في النباتات، وأيضا تركيب الخلية الحيوانية ودراسة عناصر الحياة في الخلية الحيوانية. ومن الأهداف العامة أيضا إمداد الطالب بمعرفة العلمية اللي بتؤهله لمعرفة طبيعة إنبات البذور وأنواع الإنبات سواء كان إنبات أرضي أو إنبات هوائي، وأيضا أنواع الثمار وأنواع النورات والعلاقة بينها وبين الأعضاء المختلفة في النبات. ومن ضمن الأهداف العامة أيضا لتدريس مادة البيولوجي إمداد الطالب بالمعارف العملية اللي بتؤهله للتمييز بين النماذج الحشرية والنماذج النباتية والحيوانية المختلفة. وأيضا من ضمن الأهداف العامة لتدريس مادة البيولوجي هو إمداد الطالب بالمعارف العلمية والمهارات العملية اللي بتؤهله للتعرف على الآفات الحيوانية التي تضر بالإنسان والحيوان والنبات، ومعرفة دورة حياتها وأعراض الإصابة بها وكيفية الوقاية منها، وأيضا التعرف على الأجزاء المختلفة للنبات وتحوراتها التي تتوافق مع البيئة. ده كل ده هنعرفه ازاي؟ ده هنعرفه من خلال دراستنا لمادة البيولوجي، وهي أولى حلقات مادة البيولوجي. برجو من حضراتكم أعزائي الطلبة والطالبات التركيز جدا، علشان عايزين ناخد أكبر قدر ممكن من مادة النبات النهاردة. تعالوا بينا ناخد أولى حلقات مادة البيولوجي. أول حاجة هندرسها في ليه احنا بندرس علم النبات. ترجع أهمية دراسة علم النبات إلى أن النباتات سواء كانت بسيطة التركيب زي الطحالب مثلا أو معقدة التركيب زي النباتات الزهرية اللي هي بتضم ذوات الواحدة وذوات الفلقتين، لها دور هام في حياتنا. بيتمثل في إيه؟ بيتمثل في هي مصدر لغذاء الإنسان والحيوان، ومصدر أيضا للكساء والتوابل، وبتمد البيئة بالأكسجين. النباتات الدقيقة زي البكتيريا والفطريات بتستخدم في صناعات مختلفة زي صناعة الخل والكحول والخبز زي فطر الخميرة، وإنتاج المضادات الحيوية زي فطر البنسلين، وصناعة الألبان زي بكتيريا حمض اللاكتيك اللي احنا بنعمل منها اللبن الزبادي. وكذلك بتستخدم أو بتسبب الكائنات الحية النباتية العديد من الأمراض الخطيرة للإنسان والحيوان والنبات، وأيضا بتتسبب في فساد الأغذية. تعالوا بينا ناخد بقى تقسيم الكائنات الحية. تقسيم الكائنات الحية النباتية أو الحيوانية، التقسيم عموما كان في البداية بيقسموا الكائنات الحية النباتية والحيوانية إلى قسمين، مملكة الحيوان ومملكة النبات. ومع تقدم الأجهزة العلمية زي الميكروسكوب الإلكتروني ودراسة الصفات الداخلية زي وجود النواة أو وجود الغشاء النووي أو وجود الميتوكوندريا أو أجسام جيولوجي، كل ده أدى إلى زيادة التعمق في تقسيم الكائنات الحية الدقيقة. فقسموها لمملكتين،
اول مملكه اسمها بدائيات النواه، او بيقولوا عليها البروكاريوتات، او بيسموها كينجدام منيره، وبتضم المجموعه الاولى الكائنات الحيه التي ليس لها نواه محدده بغشاء نووي. يعني لو قال لك علل تعتبر مثلا البكتيريا من الكائنات الحيه بدائيه النواه، هتقول له لانه ليس لها غشاء نووي. تحتوي ايضا ولا تحتوي على الميتوكوندريا واجسام جولجي، وتضم البكتيريا والطحالب الخضراء المزرقه اللي احنا بنسميها السيانوبكتيريا. القسم الثاني اللي هي مملكه حقيقيه النواه، او بيقول عليها كينجدام ايوكاريوتس، بتضم هذه المجموعه خمس ممالك، وبتشمل مملكه البدائيات، مملكه الطلائيات، مملكه الفطريات، مملكه النبات، ومملكه الحيوان. التقسيم اللي بعد كده ده طبعا زي ما انتم شايفين في شاشتنا جميله، بنجيب لكم الصور علشان يبقى التعلم عندنا تعلم تفاعلي. دي صوره لكائنات بدايه النواه زي تركيب البكتيريا. زي ما انتم شايفين النواه بتسمى الماده النوويه لانه ليس لها غشاء نووي، وهنا حقيقيه النواه زي الايوكاريوتات، زي دي تركيب الخليه الايه الحيوانيه، وهناخدها في قسم او في الجزء بتاع الحيوان بالتفصيل. التقسيم الحديث للكائنات الحية قام العالم بولد وآخرون في سنة 1987 بتقسيم الكائنات الحية إلى فوق مملكتين. القسم الأول اللي هو فوق مملكة بداية النواة اللي احنا بنقول عليه سوبر كينجدام بروكاريوتس، بتضم مملكة كينجدام منيرة، وبتشمل قسمين، القسم الأول اللي هو قسم البكتيريا، والقسم الثاني اللي هو قسم الطحالب الخضراء المزرقة اللي احنا بنقول عليه السيانوبكتيريا. النوع الثاني او القسم الثاني اللي هو فوق مملكة حقيقية النواة اللي هو سوبر كينجدام ايوكاريوتس، بتضم باقي الكائنات الحية، وبتشمل او بتنقسم الى ثلاث ممالك اللي هي كينجدام بلانيتي او مملكة النبات، وكينجدام فانجاي اللي هي مملكة الفطريات، وكينجدام انيماليا اللي هي مملكة الحيوان. هناخد اول قسم فيهم اللي هي مملكة النبات، بتشمل مملكة النبات الطحالب والحزازيات زي كسبرة البئر، والصراخس زي نبات الفجير، وعاريات البذور زي الصنوبر، ومغطات البذور اللي هي النباتات الزهرية الرواقية. تشمل طائفة ذوات الفلقة الواحدة زي القمح مثلا، أو ذوات الفلقتين زي الفول مثلا. القسم الثاني اللي هي مملكة الفطريات بتنقسم لثلاث أقسام. القسم الأول قسم الفطريات الهلامية، يعني ملهاش جدار خلوي، بتبقى عبارة عن كتلة بروتوبلازمية لزجة. النوع الثاني اللي هي قسم الفطريات الصوتية، والنوع الثالث والأخير اللي هي قسم الفطريات اللا صوتية، يعني عديمة الأصوات. والقسم الثالث اللي هي كينجدام أنيماليا أو مملكة الحيوان، وبتشمل كل أنواع الحيوانات اللي موجودة في الطبيعة. هناخد أول حاجة اللي هي المملكة النباتية، بتضم المملكة النباتية العديد من النباتات المختلفة، بتبدأ من النباتات الدقيقة وحيدة الخلية زي الطحالب، ثم تنتهي بالنباتات عديدة الخلايا اللي بتضم الحزازيات والصراخس ومعرات البذور ومغطات البذور، بتضم أعداد هائلة جدا من النباتات المختلفة، قد يصل عددها إلى أكثر من 35 ألف نوع. الصفات العامة للمملكة النباتية، تركيب الخلية بتاعت المملكة النباتية، الخلية النباتية أول عضية فيها أو أول جزء فيها اللي هو الجدار الخلوي. الجدار الخلوي وأيضا بيكون فيها فجوة عصارية بتميزها، تشغل حوالي 80% من حجم الخلية، وبلاستيدات خضراء، وبتحتوي البلاستيدات الخضراء على صبغة الكلوروفيل اللي بتقوم بعملية البناء الضوئي. وأيضا المملكة النباتية يميزها عدم احتوائها على سنتريولات، بينما المملكة الحيوانية ليس لها جدار خلوي ولا يوجد بها كلوروفيل أو فجوات عصارية. التغذية والتمثيل، المملكة النباتية ذاتية التغذية، بتستطيع النباتات تجهيز غذائها بنفسها لأنها تقوم بعملية البناء لإيه؟ عملية البناء الضوئي. الإحساس والحركة، الحركة في النبات بتبقى حركة محدودة، نظرا لأنه النبات بيبقى مرتبط بالتربة لإحتوائها على العناصر الغذائية اللازمة لنموه زي الأملاح والماء. التفرع، طبعا المملكة النباتية بتمتاز بكثرة التفرع للشعيرات الجذرية والتفرع للمجموع الخضري على عكس الحيوان. التكاثر، بتتكاثر النباتات بتكوين البذور تكاثر جنسي عن طريق اتحاد الجميطة المذكرة.
اللي احنا بنقول عليها حبوب اللقاح مع جامطه المؤنثه ويتكون الزيجوت او الجنين، او تتكاثر تكاثر لا جنسي اللي احنا بنقول عليه التكاثر الخضري عن طريق زراعه العقل او الخلفات او الدرانات، بينما الحيوان بيتكاثر او ممكن عن طريق زراعه الانسجه ايضا، والحيوان بيتكاثر بانتاج البيض اللي احنا بنقول عليه حيوانات بتضع بيض او بولاده احياء او انتاج جراثيم او تكاثر خضري بتجزئه اجسامها كما في حيوان الاولي اللي احنا بنقول عليه الاميبا. الخليه النباتيه. الخليه النباتيه هي وحده البناء والوظيفه في الكائنات الحيه. كل كائن حي يا اولاد بيبقى اصله خليه واحده، سواء كان كائن حي نباتي او كائن حي حيواني، وحده بناء الكائن الحي هي الخليه، والخليه بتقوم بجميع الوظائف الحيويه في الكائنات الايه؟ الحيه. هناخد بعد كده نظريه الخليه، وصفها عالمين، العالم اسمه شيلدن وعالم الحيوان المشهور اللي هو العالم شوان. بتنص النظريه على ايه؟ اول حاجه الخليه هي وحده بناء، زي ما احنا واخدين من شويه اهو، وحده بناء وتركيب الكائنات الحيه. الكائن الحي بيتركب من خليه واحده او عده خلايا. اثنين، الخليه بتقوم بجميع الوظائف الحيويه والخلايا بتتشابه في تركيبها ومكوناتها الاساسيه. ثلاثه، جميع الخلايا الجديده بتنشا من ايه؟ بتنشا اصلا من انقسام خلايا سابقه. وطول الخليه النباتيه يا اولاد بيتراوح من 2 الى 15 ميكرون، والميكرون بيساوي 1 على 1000 من الملي، وقد تصل الى اقل من ميكرون، وقد تصل الى عده سنتيمترات زي خلايا شعر القطن والياف الكتان. هناخد اول حاجه في تركيب الخليه النباتيه اللي هو الجدار الخلوي. بيتكون من ثلاث حاجات. الجدار الخلوي بيتكون من الصفيحه الوسطى والجدار الابتدائي والجدار الثانوي. احفظوهم بقى، لو قال لك في الامتحان مما يتركب الجدار الخلوي هتقوله من الصفيحه الوسطى والجدار الابتدائي والجدار الثانوي. اثنين، البروتوبلاست، وهو جزء الحي في الخليه، بيتكون من المحتويات البروتوبلازميه الحيه اللي بتشمل ايه؟ النواه. عدوا معايا، النواة، السيتوبلازم، البلاستيدات سواء بقى بأنواعها المختلفة سواء كانت خضراء أو ملونة أو عديمة اللون، والميتوكوندريا اللي بيقول عليها الأجسام السباحية، والشبكة الإندوبلازمية اللي منها نوعين، قد تكون شبكة خشنة أو ملساء، والرايبوسومات وجهاز جولجي والأجسام الدقيقة والليسوسومات. هناخد أول حاجة بقى اللي هو الجدار الخلوي. الجدار الخلوي بيحيط بالخلية من الخارج، بيتكون من السليلوز والبروتينات والمواد الهلامية والصمود. وظيفته ايه بقى الجدار الخلوي ده؟ اول حاجة هو بيحيط بالخلية من الخارج، يبقى حماية المحتويات الخلوية من المؤثرات الخارجية اللي هي البروتوبلازم والسيتوبلازم اللي بيحتوي على العضيات المختلفة. اتنين، بيحدد شكل الخلية ويعطيها الصلابة والمتانة. تلاتة، بيوفر الحماية للخلايا النباتية. اربعة، له دور في امتصاص الماء والاملاح داخل الخلية. خمسة، بيقلل من فقد الخلية للماء. والجدار الخلوي زي ما انا قايل لكم من شوية بيتركب من الصفيحة الوسطى، الجدار الابتدائي والجدار الثانوي، والنقر بتبقى وظيفتها تسهيل انتقال المواد من خلية الى اخرى، وبتعمل على ربط الخلايا عن طريق مرور الروابط البلازمية. والروابط البلازمية دي بتبقى عبارة عن ايه يا اولاد؟ بتبقى عبارة عن خيوط سيتوبلازمية رقيقة بتصل بين البروتوبلاست الحي في الخلية المتجاورة في النبات، وبتجعل البروتوبلازم اللي هو في الخلية في النبات كله وحدة واحدة، يعني بتخلي كل الخلايا في النبات متصلة مع بعضها عن طريق الروابط الايه؟ البلازمية، ووظيفتها بتبقى نقل المواد وتبادلها عبر الخلايا وتوصيل الايه؟ الإحساس. هناخد تاني حاجة بعد الجدار الخلوي اللي هو البروتوبلاست، وهو المادة الحية في الخلية، وبيتكون من محتويات حية بروتوبلازمية بتشمل ايه؟ النواة. النواة دي عبارة عن ايه؟ جسم كروي او بيضاوي بيوجد في وسط السيتوبلازم، تتركب من ثلاث حاجات. اول حاجة بنقول عليها الغشاء النووي، تاني حاجة ده بيحيط بالنواة من الخارج، تاني حاجة السائل النووي اللي هو بتسبح فيه المحتويات الداخلية للنواة وله دور في تكوين الدي ان ايه والار ان ايه. تلاتة، الشبكة الكروماتينية. اسمها يا اولاد الشبكة الكروماتينية. دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن خيوط دقيقة بتتحول اثناء انقسام الخلية الى كروموسومات.
طيب الكروموسومات دي وظيفتها ايه او تعريفها ايه؟ دي اللي بتبقى محمول عليها العوامل الوراثيه او الصفات الوراثيه اللي بتنتقل من الاباء الى الابناء، اللي بتعرف اصطلاحا باسم الجينات، والجينات دي بتتحكم في نقل الصفات الوراثيه والتفاعلات الحيويه زي بناء الايه؟ البروتين وتفاعلات الاكسده والاختزال. والكروموسوم بقى عباره عن نصفين متماثلين بيسمى كل منهما كروماتيده، بيتصلان معا في المنتصف عند نقطة بتسمى السنترومير. وعدد الكروموسومات يا أولاد بيبقى ثابت في خلايا النوع، في الخلايا الجسمية للنوع الواحد. وأديكم مثال، مثلا الكروموسومات اللي موجودة في نباتات الذرة تقريبا بيكون عددها 20، وفي القطن بيكون عددها 52، وفي القمح تقريبا بيكون عددها 42. النوية جسم كروي معلق في السائل النووي، وبتحتوي النواة على نوية أو أكثر. وظيفة النوية إيه يا أولاد؟ السيطرة على كل النشاط الفسيولوجي والحيوي في الخلية، وهي بتعمل أيضا على نقل الصفات الوراثية وبتتحكم في نمو وتكاثر الخلية. تاني حاجة بعد النواة اللي هو السيتوبلازم. السيتوبلازم عبارة عن المادة الغروية الأساسية للبروتوبلازم، وبيتكون من البلازم الأساسي والأغشية البلازمية والشبكة الإندوبلازمية. الأغشية البلازمية بتتكون من إيه؟ بتتكون من جزيئات من البروتين والفوسفوليبيدات. احفظوا الحتة دي كويس جدا. يبقى الأغشية البلازمية بتبقى متكونة من البروتين والفوسفوليبيدات. وظيفتها إيه بقى الأغشية البلازمية دي؟ تتحكم في النفاذية الاختيارية، يعني بتمرر عناصر دون الأخرى، بتمرر العناصر اللي بيحتاج إليها الخلية، وبتمنع خروج عناصر من داخل الخلية، وبتتحكم في التفاعلات والأنشطة الحيوية الأيضية زي اللي هي عمليات الهدم والبناء، زي التنفس والبناء الضوئي وبناء البروتين. الشبكة الإندوبلازمية عبارة عن إيه؟ عبارة عن شبكة من القنوات أو التجاويف الدقيقة، وهي عبارة عن نوعين زي ما أنا قايل لكم من شوية. النوع الأول بنقول عليه النوع الخشن، بيوجد عليه حبيبات بتسمى برايبوسومات، والرايبوسومات احفظوها كويس جدا عشان بتجي لكم كتير في الامتحان، بيبقى لها دور هام جدا في بناء البروتين. والنوع الثاني نوع أملس لا يحتوي على رايبوسومات. البلاستيدات بأنواعها، البلاستيدات عبارة عن إيه؟ عبارة عن أجسام بروتوبلازمية موجودة داخل السيتوبلازم، لها القدرة على النمو والانقسام، وهي من مميزات أو من الأشياء اللي بتميز المملكة النباتية عن المملكة الإيه؟ الحيوانية. بتنقسم إلى ثلاث أنواع على حسب ألوان صبغتها: بلاستيدات خضراء، وبلاستيدات ملونة، وبلاستيدات عديمة اللون. البلاستيدات الخضراء تتكون من وحدات بنقول عليها وحدات الجيرانة، والجيرانة دي بتبقى موجودة في تركيب كثيف السيتوبلازم بنقول عليه الستروما، وبتحتوي البلاستيدات على 40 أو إلى 60 جيرانة بها من 5 إلى 50 قرص غشائي. البلاستيدات الملونة بتبقى عديدة الأشكال ولها ألوان مختلفة، منها الحمراء دي اللي بتبقى محتوية على صبغة الزنزوفيل، أو الصفراء والبرتقالية بتبقى محتوية على صبغة الكاروتين. النوع الثالث والأخير من البلاستيدات اللي هي البلاستيدات عديمة اللون اللي احنا بنقول عليها الليكوبلاست، تبقى خالية من الصبغات، وبتوجد في الأجزاء الغير معرضة للضوء زي الدرنات البطاطس أو الكرومات الأولئاس واندوسبرم وفلقات البذور وأوراق الكرومب الايه الداخلية. العضية اللي بعد كده اللي هي الميتوكوندريا أو بيقولوا عليها الأجسام السباحية، بتبقى جسيمات بروتوبلازمية حية لها القدرة على النمو والانقسام، شكلها بيبقى عصوي، وهي مسؤولة عن إنتاج الطاقة في الخلية وعن عمليات الأكسدة والاختزال والنظم الإنزيمية المسؤولة عن مراكز تخليق البروتين والدهون دي، لأن هي بتبقى فيها حجرات بتسمح بعملية الأكسدة والاختزال وإنتاج الطاقة وإنتاج مركبات بنقول عليها الـ ATP أو أديونوزين ثلاثي الفوسفات اللي بتستخدم في تخليق الطاقة في الخلية. الرايبوسومات زي ما أنا قلت لكم من شوية أجسام بروتوبلازمية صغيرة بتوجد بكثرة على سطح الشبكة الإندوبلازمية والخشنة أو توجد حرة في السيتوبلازم. خلي بالكم بقى وظيفتها الأساسية تخليق البروتين فين يا أولاد؟ في الخلية. العضية اللي بعد كده جهاز جولجي بيبقى عبارة عن إيه؟ بيبقى عبارة عن مجموعة من القضبان أو الأنابيب
المتوازيه بتبقى محاطه بغشاء سيتوبلازمي. خلي بالكم يا اولاد، كل عضيه من عضيات الخليه اللي بتبقى مطموره في السيتوبلازم او موجوده او بتسبح في السيتوبلازم لازم تكون محاطه باغشيه بلازميه بتفصلها عن السيتوبلازم. وليكن مثلا الفجوه العصاريه بتبقى محاطه بغشاء فجوي، النواه بتبقى محاطه بغشاء نووي، وهكذا. وهي بتبقى اجهزه او انابيب جوفاء بداخلها مركبات عديده مثل البروتينات والكربوهيدرات، تنتهي اطراف كل انبوبه بحويصله كرويه صغيره بتسمى الفيزيكل او الحويصلات، ترتبط بالشبكه الاندوبلازميه الناعمه. وظيفتها ايه بقى اجسام جولجي؟ الافراز والعمل على تجميع افرازات الخليه والذي له علاقه ببناء الجدار الخلوي بافراز المواد البكتينيه والسليلوز. العضيه اللي بعد كده الاجسام الدقيقه، الاجسام الدقيقه دي بتبقى عباره عن جسيمات كرويه او حويصلات صغيره جدا وبتبقى حيه وبتتكون من حشوه بها مواد بروتينيه كثيفه السيتوبلازم، بتبقى متجانسه ومحاطه بغشاء مفرد. الليسوسومات هي عباره عن جسيمات صغيره بتبقى كرويه الشكل، بتحتوي على انزيمات التحلل المائي للكربوهيدرات والبروتينات والدهون زي انزيم مثلا البروتينيز اللي بيحلل البروتين او اللايبيز اللي بيحلل الدهون، وايضا لها دور في ان هي بتتخلص من او بتحلل المحتويات الداخليه للخليه عند موتها. هناخد بعد كده المحتويات الغير حيه في البروتوبلاست. اول حاجه الفجوات العصاريه، الفجوه عباره عن فراغ بيبقى منتشر في سيتوبلازم الخلايا، تحتوي على العصير الخلوي، وقد تحتوي الخليه النباتيه على فجوه واحده او اكثر، وبتشغل الفجوه من مساحه الخليه حوالي 80% من حجم الخليه. وظيفه الفجوات خلي بالكم هي لها وظيفه بالضغط الانتفاخي للخليه او لها علاقه بالخاصيه او الضغط الاسموزي لخلايا النبات. بتحتوي على معظم ماء الخلايا فتجعل الخلايا في حالة امتلاء كامل، وبتعمل كمستودعات بتخزن فيها المواد الغذائية والمواد الغير مرغوبة اللي هي المواد التالفة، وهي بتعمل على صيانة ضغط امتلاء الخلايا نظرا لوجود الضغط الاسموزي للعصير الخلوي، ولها دور هام في علاقة الخلايا بالماء واستطالة الخلايا ونموها. هناخد بعد كده من المحتويات الغير حية ايضا حبيبات النشا. تعرفين ان النشا سكر عديد، بتخزن الكربوهيدرات على صورة حبيبات بتسمى حبيبات النشا. ده في الخلية الايه يا اولاد؟ في الخلية النباتية. طب في الخلية الحيوانية بتخزن على صورة بنقول عليها الجليكوجين الحيواني. حبيبات اللي بعد كده اللي هي حبيبات الاليرون دي بتبقى عبارة عن مواد بروتينية بتخزن في السيتوبلازم على حالة سائلة في العصير الخلوي او على صورة حبيبات متبلورة بيطلق عليها حبيبات الايه؟ الاليرون. البلورات المعدنية بتوجد في فجوات الخلايا على صورة بلورات تتكون من اوكسالات الايه؟ الكالسيوم، والزيوت من المحتويات السائلة بتختزن الغذاء وبيكون مدخر في البذور الزيتية زي بذور القطن والسمسم والخروع وعباد الشمس والكتان والفول السوداني. اللبن النباتي ده من المحتويات ايضا السائلة زي الزيوت، بيوجد في الخلية النباتية سائل ابيض او ابيض مصفر وبيتجمد عند تعرضه للهواء، وبيوجد في نباتات زي نبات الفيكس المطاط او بنت الكونسول. واللبن النباتي ده يا اولاد بالمناسبه هو اللي بيستخرج منه المطاط اللي بيتصنع منه اطارات السيارات. هناخد بعد كده انواع الخلايا النباتيه. انواع الخلايا النباتيه عندي نوعين، في خلايا بنقول عليها خلايا انشائيه او مراستيميه، والنوع الثاني بنقول عليه الخلايا البالغه. وبتنقسم الخلايا البالغه الى قسمين، خلايا حيه وخلايا ميته. الخلايا الحيه بتشمل ايه؟ خلايا البشره، الخلايا البرانشيميه، الخلايا الكولانشيميه، والخلايا المرافقه، والخلايا الافرازيه او بنقول عليه النسيج الافرازي. الخلايا الميته بتشمل الفلين والخلايا الاسكلرانشيميه واوعيه الخشب. ده زي ما انتم شايفين يا اولاد تركيب الخليه النباتية. ناخدها بقى واحدة واحدة كده. اللي انتوا شايفينه ده الجدار الخلوي، وبعدين يليه الغشاء البلازمي على طول اهو، وبعد كده هنلاقي بقى العضيات في السيتوبلازم، وبعد كده البلاستيدات الخضراء زي ما انتوا شايفينها، وادي الميتوكوندريا،
وادي اجسام جيولوجي اهي، وبعد كده الشبكه الاندوبلازميه اللي انا قلت لكم منها نوعين خشنه وناعمه، والرايبوسومات بتبقى موجوده على الشبكه الاندوبلازميه الخشنه، وادي الغشاء النووي وادي النواه، واللي في النص دي النويه، وده ثقب بنقول عليه ثقب النواه، والانابيب الدقيقه اهي، كل ده تركيب الخليه. تعالوا بقى انا جايب لكم في قناتنا الجميله فيديو تفاعلي علشان يبقى عندنا صوت وصوره وفيديو كمان، تعالوا نشوف الفرق بين الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه. الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه هنعرف بقى الفرق بين الاثنين. هناخد مثلا عينه من جلد الانسان او قطاع في ساق نباتي، وهنحطهم او نحملهم على شرائح زجاجيه، وهنحط كل شريحه على مائده الميكروسكوب ونفحصها تحت الميكروسكوب. هنلاحظ انه في فروق بين الخليه النباتيه والخليه الحيوانيه. الخليه النباتيه لها جدار خلوي سليلوزي، والخليه وغشاء الخليه اهو زي ما انتم شايفين، انما الخليه الحيوانيه لها غشاء الخليه فقط، ليس لها جدار خلوي. وبعد كده العضيات بقى اللي موجوده في الخليه النباتيه، هتلاقوا في السيتوبلازم، وبرده هنا في السيتوبلازم، هنا في نواه وهنا في نواه، هنا ميتوكوندريا، وفي الخليه النباتيه ايضا ميتوكوندريا. هنا بقى الفرق اهو، في خلايا الكلوروفيل اللي هي البلاستيدات الخضراء موجوده في الخليه النباتيه، والفجوه العصاريه ايضا موجوده في الخليه النباتيه، بينما في الخليه الحيوانيه لا توجد فجوه عصاريه ولا توجد بلاستيدات خضراء. حبيبات النشا بتبقى موجوده في الخليه النباتيه، بينما في الخليه الحيوانيه بتبقى موجوده حبيبات الجليكوجين. الخليه النباتيه بيكون شكلها منتظم، بينما الخليه الحيوانيه بيكون شكلها غير منتظم. تعالوا بينا ناخد بقى جزء مهم جدا في حلقه النهارده، اللي هو الانسجه النباتيه. النسيج، خلي بالكم بقى، ركزوا معايا في الحته دي. اي كائن حي زي ما انا قايل لكم في بدايه الحلقه بيتكون من خليه واحده. الخلايا بتشترك مع بعضها وتكون نسيج، والانسجه بتشترك مع بعضها وبتكون اعضاء، والاعضاء بتشترك مع بعضها وبتكون اجهزه، وبالتالي يتكون الكائن الحي. تعالوا بقى نشوفها هنا مع بعض. جسم النبات الكامل بيتكون من اعضاء زي الجذر والساق والازهار والاوراق والثمار، والعضو بيتكون من مجموعه من الانسجه، وبيتكون النسيج من خلايا عديده. بيختص كل نسيج من انسجه النبات بوظيفه معينه، تتعاون الانسجه المختلفه لتقوم بالوظائف لكي تستمر حياه النبات. تعالوا بقى ناخد تعريف النسيج النباتي. هو عباره عن عباره عن مجموعه من الخلايا ذات اصل واحد بتتشابه في الشكل والتركيب والوظيفه، وقد يكون نسيج بسيط، يعني بيتكون من نوع واحد من الخلايا، او زي نسيج البرانشيمي والكولانشيمي، او قد يكون نسيج مركب اذا احتوى النسيج على اكثر من نوع من انواع الخلايا زي انسجة الخشب واللحاء. انواع الانسجة النباتية، هناخد اول نوع اللي هو الانسجة المراستيمية، ودي بيبقى لها القدرة على الانقسام وتكوين خلايا جديدة. النوع الثاني اللي احنا بنقول عليه الانسجة المستديمة، ودي بتبقى خلاياها فقدت القدرة على الانقسام نظرا لانها تقوم او تؤدي وظيفة معينة في النبات. هناخد اول حاجة الانسجة المراستيمية، او بنقول عليها الانشائية. مميزاتها او صفاتها يا اولاد، صغيرة الحجم، ذات جدار رقيق بيحتوي على سيتوبلازم كثيف، والنواة في الانسجة المراستيمية بتبقى كبيرة الحجم، بتبقى مكعبة او مربعة الشكل، وخالية من الفجوات العصارية، ولا توجد مسافات بينية بين الخلايا زي ما انتم شايفين اهو، خلايا مكعبة او مربعة الشكل، مفيش مسافة بينية بين الخلية والاخرى، والنواة بتبقى كبيرة الحجم، ومفيش فجوات عصارية في الخلية. الانسجة المراستيمية بتتقسم حسب المنشأ الى اكتر من قسم. القسم الاول بنقول عليه انسجة مراستيمية انشائية، او بنقول عليه ابتدائية، وهي بتوجد في انسجة الجنين كله، وبتوجد في القمة النامية للسوق اللي هي السقان يعني، والجذور ومنشآت الأوراق وبدايات الأزهار. والنسيج المراستيمي القمي أو الابتدائي بيكون مسؤول عن منشئ للبشرة اللي هي نسيج البشرة، أو منشئ لطبقة القشرة اللي هي بتلي البشرة، أو منشئ للأسطوانة الوعائية اللي بتشمل
انابيب الخشب وانابيب اللحاء، ومنشأ منشأ للقلنسوة اللي بتوجد في القمة النامية للجذر. الأنسجة المراستمية الإنشائية بتشمل النوع الثاني اللي هو أنسجة مراستمية ثانوية، دي بتبقى بتنشأ من ايه؟ بتنشأ من خلايا بالغة وبتكون لها القدرة على استعادة القدرة على الانقسام، وغالبا ما تكون خلايا برانشيمية. خلي بالكم الحتة دي عشان ممكن تيجي لك في الامتحان. الأنسجة المراستمية الثانوية عندما تنقسم وتستعيد قدرتها على الانقسام تكون نقط، تكون ايه يا اولاد؟ خلايا برانشيمية، وذلك كما في الكامبيوم بين الايه؟ الحزمي. الأنسجة المستديمة اللي هي احنا بنقول عليها البالغة هي أنسجة فقدت القدرة على الانقسام علشان تؤدي وظيفة معينة، خلاياها بتكون أكبر في الحجم، بها فجوات عصارية كبيرة وبها مسافات بينية، وبتنقسم لقسمين على أساس الشكل والوظيفة. القسم الأول بنقول عليه أنسجة بسيطة، والقسم الثاني بنقول عليه أنسجة مركبة. هناخد أول جزء اللي هو الأنسجة البسيطة المستديمة، بتشمل النسيج الضام. ايه هو النسيج الضام؟ الانسجة الضامة هي اللي بتحيط بالاعضاء النباتية من الخارج، وبتقوم بحماية الانسجة الداخلية من المؤثرات الخارجية. بتشمل ايه بقى؟ نسيج البشرة، وهو الطبقة التي تحيط بالانسجة الداخلية وبالسوك والجذور الحديثة والاوراق والثمار. مميزات خلايا نسيج البشرة: اول حاجة خلايا بالغة حية تحتوي على فجوات عصارية كبيرة خالية من البلاستيدات الخضراء عدا الخلايا الحارسة ونباتات الظل. الخلايا الحارسة بتبقى موجودة على فتحات الصغور اللي بتبقى موجودة على أوراق النبات، وهنعرف لها رسم دلوقتي، هوريه لكم دلوقتي. بيختلف شكلها، قد تكون مستطيلة أو متعرجة أو مضلعة. الجدار الخارجي لخلايا البشرة أغلظ الجدر، وبيغطى بطبقة من الكيوتيكل الغير منفذ للماء. زوائد البشرة: الزواد البشرة بتبقى لها أشكال وتراكيب ووظائف متعددة، وقد توجد الشعيرات على جميع الأعضاء النباتية سواء كان ثمار أو أوراق أو سيقان. الصغور: بيحتوي نسيج البشرة على الصغور، بتبقى عبارة عن فتحات في البشرة بتحاط بخليتين حارستين. وظيفة الصغر إيه؟ تبادل الغازات وخروج الماء في صورة بخار ماء أثناء عملية مهمة جدا في النبات اللي احنا بنقول عليها عملية الإيه يا أولاد؟ عملية النتح. وظائف البشرة: حماية الأنسجة الداخلية من المؤثرات الخارجية، وتقليل وتنظيم فقد الماء عن طريق النتح عن طريق الصغور، وتخزين الماء في النباتات الصحراوية علشان تقلل من عملية فقد الماء. وده شكل الصغور اهو اللي انتوا شايفينه، ده فتحة الصغر اللي على الناحية دي الخلايا الحارسة، ودي ايضا خلايا حارسة، وده اشكال مختلفة للصغور زي ما انتوا شايفينه. طبعا عايز اقول لكم حاجه برضو بمناسبه الصغور: الصغور بيكون عددها على السطح السفلي للاوراق اكبر من السطح العلوي للاوراق، وبتوجد في خلايا نباتات ذات الفلقه الواحده في صفوف متوازيه، بينما بتوجد في خلايا نباتات ذات الفلقتين بتكون مبعثره على النسيج الورقي. نسيج البريديرم ده نسيج وقائي ثانوي، المنشأ بيحل محل بشره النبات في السقان والجذور والدرنات اللي بيكون نموها مستمر، ويحدث لها نمو سنوي في نباتات ذوات الفلقتين ومعرات البذور، وبيتكون في مواضع انفصال وتساقط الأوراق والأزهار وأسفل الجروح علشان يحمي الأنسجة الداخلية من فقد الماء ومن دخول الكائنات الحية الميكروبية. بيتكون نسيج البريديرم من ثلاثة أنواع من الأنسجة: الكامبيوم الفليني أو بنقول عليه الفالوجين، وده يا اولاد بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن نسيج مراستيمي ثانوي بيتكون من طبقه واحده، والنسيج ده بيكون له وظيفه مهمه جدا ان هو بيفرز الى الخارج الفلين اللي هو هناخده دلوقتي، وبيفرز الى الداخل القشره الثانويه. الفلين عباره عن خلايا خاليه من المسافات البينيه، بيبقى غير منفذ للماء لنظرا لترسب مادة السوبرين، واحفظوها كويس جدا. لو قال لك علل يعتبر نسيج الفلين غير منفذ للماء، هنقول له نظرا لترسب مادة السوبرين. وظيفته الحماية والوقاية من فقد الماء. واخر حاجة في تركيب نسيج البريديرم اللي هو القشرة الثانوية، دي بتبقى خلاياها برانشيمية حية، وبتشبه الخلايا البرانشيمية العادية
إلا أنها مرتبة في صفوف جهة الإيه؟ الداخل. تاني نوع من الأنسجة اللي هي الأنسجة البرانشيمية، بتبقى أكبر الخلايا انتشارا في النبات، توجد في كل أو في معظم أنسجة النبات زي نسيج القشرة والنخاع والجذور والسوك، وفي النسيج الوسطي للأوراق اللي احنا بنقول عليه الميزوفيل، وفي الأعضاء الزهرية ولب الثمار واندوسبرم البذور وبرانشيما الخشب واللحاء والقشرة السنوية. وده صور مختلفة لأنواع البرانشيما مخزنة، وفي برانشيما هوائية، وفي برانشيما ممثلة. مميزات بقى الخلايا البرانشيمية: خلايا رقيقة الجذر، كروية الشكل، متساوية الأقطار، بها نقر بسيطة، ذات فجوات عصارية كبيرة، وبتوجد بين الخلايا مسافات بينية كبيرة. وظيفة النسيج البرانشيمي يحفظهم كويس جدا جدا عشان بتيجي في الامتحان. أول حاجة توصيل الماء والمواد الغذائية عبر النقر. 2 التخزين، بيتخزن فيه المواد النشوية والمواد الغذائية. 3 التهوية، لأنه فيه مسافات بينية كبيرة بين الخلايا. 4 البناء الضوئي، لأنه بيحتوي على الكلوروفيل أو الصبغات البلاستيدات الخضراء. الأنسجة البرانشيمية بتنقسم الأنسجة البرانشيمية على حسب الشكل والوظيفة إلى أكتر من قسم. أول حاجة بنقول عليها برانشيما عادية، بتوجد مكانها فين؟ في القشرة والنخاع. تاني نوع اللي هو البرانشيما الكلورانشيمية، علشان كده بتحتوي على بلاستيدات خضراء وصبغات الكلوروفيل، بتقوم بعملية البناء الضوئي، بتوجد في النسيج العمادي والإسفنجي للأوراق وقشرة السوق العشبية. 3 البرانشيما المخزنة، بتوجد بالخلايا فجوات كبيرة مملوءة بالعصارة، وبتوجد في الجذور والثمار والأبصال والدرنات والكرمات. ورابع نوع والأخير اللي هو البرانشيما التهوية، بتوجد في النباتات المائية، وهي خلايا رقيقة الجذر بتحصر بينها فراغات هوائية واسعة وبيكون بها الأكسجين. النوع اللي بعد كده الأنسجة الكولانشيمية. النسيج الكولانشيمي يا أولاد نسيج بيتكون مبكرا في الأعضاء النباتية القابلة للنمو، وهو نسيج بسيط. والوظيفة الأساسية للنسيج الكولانشيمي التدعيم وتقوية الأعضاء الحديثة العشبية. مميزات الأنسجة الكولانشيمية: أول حاجة بتبقى خلايا حية ذات جذور مرنة قابلة للتمدد، بتشبه الخلايا البرانشيمية إلى حد ما، وهي خلايا مستطيلة الشكل وبتبقى مستدقة يعني مدببة من أحد أطرافها، وذات جذور مغلظة يعني سميكة الجدار، بتحتوي على بلاستيدات خضراء بأعداد قليلة على عكس الأنسجة البرانشيمية، وبتوجد تحت البشرة مباشرة. الأنسجة الكولانشيمية بتنقسم إلى على حسب نوع التغليظ في الجذور لثلاث أنواع. النوع الأول بنقول عليه خلايا كولانشيمية ركنية، بيزداد التغليظ في الأركان في ساق زي ساق الفول والبطاطس. النوع الثاني خلايا كولانشيمية صفيحية، بيزداد التغليظ في الجذور التماسية الموازية لمحيط النبات الخارجي كما في ساق الكتان والخلايا الكولانشيمية الأنبوبية، ودي بيزداد التغليظ في الأجزاء المواجهة للمسافات البينية، بيوجد في ساق عباد الشمس وأعناق أوراق النبات الداتورة أو الخروة. الأنسجة الإسكالارانشيمية، ودي أنا بقول عليها بمثابة الهيكل العظمي في الإنسان. تمتاز بإيه؟ بتمتاز بصلابتها ومطاطيتها العالية نظرا لوجود تغليظ منتظم من مادة اللينين عليها. يبقى أول حاجة أول نسيج بيترسب في خلايا مادة اللينين هو الأنسجة الإيه يا أولاد؟ الإسكالارانشيمية. الأنسجة الإسكالارانشيمية بتدعم النبات وبتعطيه القوة الميكانيكية لمقاومة الشد والانحناء والضغط. بتقسم الأنسجة الإسكالارانشيمية تبعا لشكلها إلى قسمين. أول قسم بنقول عليه الألياف، تمتاز الألياف بأن خلاياها ميتة طويلة ومدببة الأطراف وذات جذور سميكة وملجننة يعني بيترسب عليها اللجنين، وتوجد موزعة في جسم النبات زي ألياف اللحاء في نبات الكتان. النوع الثاني من الأنسجة الإسكالارانشيمية اللي هو الإسكليريدات. الإسكليريدات تبقى عبارة أيضا عن خلايا ميتة زي الألياف، تبقى قصيرة ومتساوية الأقطار على عكس الألياف بتبقى طويلة، بتميل إلى الاستطالة، وجذور الخلايا سميكة وملجننة، ويوجد بها نقر بسيطة ذات قنوات، توجد في مختلف أعضاء النبات زي الساق والأوراق والجذور والثمار وبذور والبذور، وبتوجد في القشرة والنخاع والخشب واللحاء والنسيج المتوسط لكثير من الأوراق، وفي ثمار الجوافة والكمثرى اللي بنقول عليها الخلايا الحجرية بتبقى موجودة في البذرة،
وبيتكون منها الغلاف الصلب الداخلي للثمار الحسلية زي نواة الخوخ والمشمش، وفي قصرة البذور زي البسلة والفاصوليا. النسيج الإفرازي بيشمل جميع الأنسجة التي لها علاقة بإفراز الصموغ والراتنجات أو الراتنج والزيوت والرحيق. الأنسجة المستديمة بقى المركبة وتسمى بالأنسجة الوعية، وهي بتتكون من نوعين. خلي بالكم بقى من الحتة دي. النوع الأول بنقول عليه نسيج الخشب، ونسيج الخشب ليه وظيفة اللي هي بيقوم بنقل الماء والأملاح المعدنية من التربة وتوصيلها إلى الورقة للقيام بعملية البناء الضوئي. طب بعد ما الورقة قامت بعملية البناء الضوئي، إيه الأنسجة اللي بتقوم بعد ما الورقة بتقوم بعملية البناء الضوئي، إيه هي الأنسجة اللي بتوزع الغذاء المصنع أثناء عملية البناء الضوئي على باقي أجزاء النبات؟ بنقول عليه أنسجة الإيه؟ اللحاء. بيتركب بقى نسيج الخشب من عدة أنواع من الخلايا، أهمها الأوعية اللي هي أوعية الخشب والقصيبات، وتسمى العناصر الناقلة. يعني أوعية الخشب والقصيبات بنقول عليها العناصر الناقلة. ناقلها لمين يا أولاد؟ ناقلها للماء والأملاح المعدنية وألياف الخشب وبرانشيما الخشب، أي تكون النسيج من خلايا حية وخلايا إيه؟ ميتة. بعد هناخد أول حاجة بقى اللي هي نسيج الخشب. بيتكون من الأوعية الخشبية، بتتكون من عدة خلايا ميتة، خالية من السيتوبلازم والنواة، طويلة وذات جدر ملجننة، يعني بيترسب عليها اللجنين. في بداية عمر النبات بيتكون الخشب الابتدائي من خشب أول بنقول عليه بروتوزايلم، وخشب تالي بنقول عليه ميتازايلم. بيتكون الخشب الأول مبكرا، وبيكون التغليظ للجدار الثانوي في الخشب الأول حلقي أو لولبي. خلي بالكم من الحتة دي، بتيجي في الامتحان أكمل. أما تغليظ الخشب التالي بيبقى سلمي أو شبكي أو نقري. القصيبات بتبقى عبارة عن خلايا ميتة عند البلوغ، بتبقى مستطيلة مدببة الأطراف ذات جدر ملجننة، يعني مترسب عليها اللجنين. تتصل القصيبات ببعضها البعض في اتجاه موازي للمحور الطولي للعضو النباتي. القصيبات دايما بتبقى أضيق من الأوعية من أوعية الخشب، ومقطعها العرضي مضلع، وبتوجد في معرضات الايه؟ البذور. نسيج الخشب، انتوا زي ما انتوا شايفين الصوره معانا اهو، ده عباره عن الاوعيه، وادي القصيبات زي ما انتوا شايفين اهو، وادي النقر زي ما انتوا شايفين، ده نسيج الخشب. امال اللي في الناحيه دي ايه؟ ده نسيج اللحاء، عباره عن الانابيب الغربليه، ودي الخلايا الايه؟ المرافقه، ودي الصفيحه الغربليه، ده قطاع عرضي فيها زي ما انتوا شايفينه. ألياف الخشب، بتتكون ألياف الخشب من خلايا ميتة ذات جدر سميكة اسطوانية الشكل ومستطيلة ومدببة الأطراف، وبتشبه الألياف العادية، بتقوم بوظيفة التدعيم. الألياف عموما يا أولاد بيبقى وظيفتها في النبات التدعيم. برانشيما الخشب بتميل للاستطالة وبها نقر أو نصف مصفوفة، وبتقوم بوظيفة تخزين المواد الغذائية. أي نسيج برانشيمي معظم وظائفه بتبقى التخزين أو البناء الضوئي أو التهوية، وبالإضافة للمواد الراتنجية والتانينات، وعند موتها بتتحول لعملية التدعيم. النسيج اللي بعد كده اللي هو نسيج اللحاء. نسيج اللحاء نسيج مركب، يتكون من الأنابيب الغربلية والخلايا المرافقة والألياف والخلايا البرانشيمية زي ما انتوا شايفينه. أوعية الخشب ده مقارنة بينهم تانية، أوعية اللحاء وادي أوعية الخشب. وظيفة نسيج اللحاء زي ما انا قايل لكم من شوية، بيبقى نقل المواد الغذائية المجهزة يعني المصنعة بعد قيام النبات بعملية البناء الضوئي من الأوراق إلى الأعضاء الأخرى في النبات، وبنقول عليها الأنسجة الناقلة المركبة الرئيسية. بيتكون في مغطاة البذور اللي هي بتشمل نبات ذوات الفلقة الواحدة ونباتات ذوات الفلقتين من أنابيب غربلية، خلايا مرافقة، ألياف اللحاء والخلايا البرانشيمية، بينما في معرات البذور لا توجد الخلايا المرافقة. الحزم الوعية، بتنتظم الأنسجة الوعية من خشب ولحاء في تراكيب خاصة بتعرف باسم الحزم الوعية. طيب بيختلف وضع الخشب واللحاء بالنسبة لبعضها البعض في حزم جذور وسوق النباتات مغطاة البذور.
على هذا الأساس قسمنا الحزم الوعية إلى قسمين. القسم الأول بنقول عليه الحزم القطرية، الحزم اللي هي أولاد الحزم القطرية، توجد فيه جذور حزم بيوجد بها الخشب واللحاء على أنصاف أقطار متبادلة، فيكون كل منها على نصف قطر مختلف عن الآخر، والخشب الأول بيكون للداخل. ومثال ذلك الحزم اللي إيه؟ الوعية. يبقى الحزم القطرية يا أولاد بتبقى موجودة فين؟ في الجذور، والخشب الأول اللي هو البروتوزايلم بيكون للخارج. النوع الثاني بنقول عليه الحزم الجانبية، والحزم دي بتوجد في السيقان والأوراق والنباتات، سواء كانت نباتات ذوات الفلقتين أو نباتات ذوات الفلقة الواحدة، والخشب واللحاء بيوجد على نصف قطر واحد. اللي هناك في الحزم القطرية، في الحزم القطرية كان بيوجد على أنصاف أقطار متبادلة، إنما هنا بيوجد على نصف قطر واحد. الخشب الأول بيكون للداخل، بينما في الحزم القطرية الخشب الأول بيكون للخارج، ويكون اللحاء على الجانب الخارجي للإيه؟ للخشب. إحنا بقى بنقسم الحزم الجانبية لثلاث أقسام مختلفة. القسم الأول بنقول عليه حزم جانبية مفتوحة، يعني الخشب واللحاء على نصف قطر واحد، وبيوجد بينهم نسيج بنقول عليه النسيج الكامبيوم، والأمثلة اللي عندنا ساق عباد الشمس، ساق القطن، ساق أوراق ذوات الفلقتين. الحزم الجانبية ذات اللحاءين بيتكون الخشب بين اللحاءين زي ساق القرعيات واللوف، والحزم الجانبية المقفولة بيحيط بالحزمة الوعية نطاق من الألياف بيتخللها خلايا رقيقة الجدر، ولا يوجد نسيج كامبيوم بين الحزم واللحاء في سوق وأوراق ذات الفلقة الواحدة زي نبات القمح والذرة. وده طبعا زي ما انتم شايفين ده حزمة وعية قطرية، ودي حزمة وعية ذات لحاءين، حزمة جانبية ذات لحاءين، حزمة جانبية مقفلة وحزمة جانبية مفتوحة. هناخد بقى حاجة مهمة جدا ونختم بها حلقة النهاردة، اللي هو الميكروسكوب الضوئي اللي احنا بنقول عليه الميكروسكوب المركب. بيستخدم لفحص الخلية النباتية والتعرف على التركيب الدقيق للخلايا والأنسجة النباتية. قوة تكبيره بتبقى حوالي 30,000 مرة قدر قدرة رؤية العين، وبيتركب من جزئين. الجزء الأول بنقول عليه الأجزاء الميكانيكية، والجزء الثاني بنقول عليه الأجزاء البصرية. الأجزاء الميكانيكية بتشمل قاعدة المجهر اللي انتوا شايفينها دي، وبعدين العمود، وبعدين المفصل، وبعدين المائدة اللي هي بتحط عليها شريحة، وبعدين الذراع اللي بيحمل منه الايه الميكروسكوب، وأنبوبة المجهر، والقطعة الأنفية اللي بتتركب عليها العدسات، والضابط الكبير والضابط الصغير، والأنبوبة المنزلقة، والحجاب اللي بيتحكم في شدة الإضاءة الداخلة للمكثف. والأجزاء البصرية بتشمل العدسة العينية والعدسة الشيئية والمرآة والمكثف. الميكروسكوب الإلكتروني قوة تكبيره بتقدر ب 100,000 مرة، وقد تصل إلى 500,000 مرة، وقد تصل في بعض الأنواع الحديثة إلى 1,000,000 مرة قدر العين المجردة. وبيتكون المجهر الإلكتروني من مصدر للإلكترونات، حيث تمر هذه الإلكترونات خلال العينة المراد فحصها، ويتم تكبيرها بواسطة عدسات كهرومغناطيسية، وبتتكون صورة مكبرة جدا للعينة على الشاشة. وبيستخدم في فحص الأجسام الدقيقة جدا زي الفيروسات والفيتوبلازما، ودي الشاشة بتاعت الميكروسكوب الإلكتروني، وده الميكروسكوب أو جسم الايه الميكروسكوب. هناخد بقى جزئية مهمة جدا ونختم بها حلقة النهاردة، اللي هي طريقة استخدام الميكروسكوب. أول حاجة ضع المجهر على المنضدة في الوضع الصحيح. اتنين، بوجه المجهر بحيث تكون المرآة في اتجاه مصدر الضوء، ثم أفتح الحجاب اللي هو بيتحكم في شدة الإضاءة الداخلة للمكثف. تلاتة، بضع الشريحة المحمل عليها النموذج أو العينة المراد فحصها على مائدة أو مسرح الميكروسكوب، وثبتها بالماسك المعدني. بعد كده ببدأ باستعمال القوة الصغرى، ثم بحرك الضابط الكبير، ثم الضابط الصغير اللي هو الضابط بيقول عليه الضابط الدقيق. هاخد بقى آخر حاجة في حلقة النهاردة، اللي هي خطوات تحضير الشرائح وتجهيزها للفحص. أحضر أي شريحة إزاي؟ أمسك الشريحة من حوافها علشان ما تتلوث بالمادة الدهنية اللي بتبقى موجودة على الصابع، وبيعمل على تقليل شدة الإضاءة. وأضعها على سطح المنضدة النظيف الجاف. بحط نقطة من سائل التحميل، قد يكون مية أو جليسرين أو محلول اليود، في منتصف الشريحة. بعد كده بحط العينة المطلوب فحصها في سائل التحميل، وأغطي الشريحة بغطاء الشريحة. كده أعزائي الطلبة والطالبات،
خدنا جزئية في مهمة جدا في حلقة النهاردة، اللي هي الكائنات الحية والخلية النباتية. خدنا تقسيم الكائنات الحية، خدنا تقسيم الكائنات الحية، خدنا منها التقسيم القديم اللي هي المملكة النباتية والمملكة الحيوانية، وخدنا بعد كده التقسيم الحديث اللي هي مملكة بدايتها النواة ومملكة حقيقيات النواة، وبعد كده خدنا تركيب الخلية النباتية، وقلنا بتتركب من أجزاء حية وأجزاء غير حية، وقلنا الأجزاء الحية الغير حية بتشمل الجدار الخلوي والفجوات العصيرية والحبيبات المخزنة، والأجزاء الحية بتشمل النواة والسيتوبلازم والميتوكوندريا والبلاستيدات الخضراء وأجسام الجيولوجي والريبوسومات والليسوسومات. كل دي أجزاء حية في الخلية، وعرفنا وظيفة كل جزء في الخلية. وبعد كده تطرقنا للأنسجة النباتية، وقلت لكم إن النسيج بيبقى عبارة عن مجموعة من الخلايا لها وظيفة معينة ولها شكل معين، والأنسجة قد تكون أنسجة إنشائية وقد تكون أنسجة مستديمة أو بالغة. وخدنا من الأنسجة الإنشائية النسيج المراستيمي، وخدنا وقلنا بينقسم لقسمين بسيط ومركب. وبعد كده خدنا في الأنسجة المراستيمية، خدنا بعد كده الأنسجة البرانشيمية والكولانشيمية والإسكلارانشيمية والنسيج الإفرازي، وبعد كده خدنا النسيج الوعائي اللي قلت لكم بيشمل أنسجة الخشب وأنسجة